سيد الرئيس مش فين الشهدة هي المدعية؟ هي دي الشهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا سلام على الهدى والنور. أنا أحترمك عشان خاطر الحجاب اللي أنت لابساه ده. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله. ده أنا أنفخك. بارك الله فيك يا أستاذ بارك الله. نبيل الحايح، أنت قلت في تحقيقات النيابة إنك أنت شاورته للميكروباص وهو كان فاضي وركبت معاه، صح؟ أيوة يا أستاذ. ولما حصل إن أنت ركبت معاه الميكروباص خدك لمكان غير خط سيره وخدك بعيد بعيد وحديكو وفي حتة مكان ضلمة كده وعلى ضي الشموع حصل الاعتداء عليكي، أليس هذا صحيحاً مطلقاً ذلك؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. وعلى حسب أخوالك برضك في النيابة إنك قلتي إن تم عليك الاعتداء بداية من الساعة 7:30 حتى الساعة 8:30، يعني ساعة بالتمام والكمال، مظبوط؟ الله ينور عليك يا أستاذ. لا الله ينور عليه هو، ساعة ده رقم قياسي، ده المفروض ياخد جايزة أوبل على اللي عمله ده. سيد الرئيس، هل تسمح لي الهيئة الموقرة بمكالمة تليفون؟ هنا يا أستاذ. نعم؟ هنا؟ بعد إذنك المكالمة في صلب وعنق القضية. اتفضل. أنا اللي بتصل، أنا، أيوه. ردي يا حاجة ردي، ردي يا حاجة. فتح الله عليك ردي. ردي. ألو؟ ألو؟ مساء الخير. مساء الخير يا فندم. نبيل الحايح مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي، طب ده رقم تليفون سعادتك مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. والرقم ده يا حايح كان موجود معاكي أثناء الحادثة، صح؟ أجل. أجل. أنا بس حبيت أثبت لسيادة المحكمة إن دي النمرة الخاصة بالمولدعية اللي كانت معاها أثناء الزعططة. وكان عايز ياخد منك الموبايل، صح؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. يا سلام على التقوى. طب إزاي يا سيادة الرئيس حصل الاعتداء عليها وهي جالها في نفس التوقيت ده 5 مكالمات كل مكالمة لا تقل عن 10-12 دقيقة، وده اللي مظبوط عندي هنا في قلب